السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة السيد عمر. رجعنا لكم مجددا في لعبة وورباث. مثل ما شفتوا بالفيديو الماضي اللي نشرته، يعني كانت القاعدة تبعي أو المدينة تبعي مدمرة أساسا، يعني فاضطريت أنقل المدينة على مكان ثاني. المهم، في واحد من الشباب سأل إذا يعني هم بيقولوا إنه مؤشر البناء غير كافي. أنا يعني صراحة يعني حاليا ما جيتني نفس المشكلة هون. حاليا مثلا بدي أعمل ترقية لمركز القيادة تبعي، مثلا بدي أعمل ترقية حاليا، بيقول لي إنه مؤشر البناء غير كافي. انه مؤشر البناء هسه 1,288,210، هو لازم يكون 1,418,560. طبعا هو لازم يكون هاي الشغلات الاساسية معك، يعني الصلب والنفط والمصاري، يعني كلهم هذول حاليا مش موجودة معي، او موجودة معي بس يعني ما بكفلنش لبناء او ترقية هذا المبنى الاساسي. طيب هم شو بيقولوا؟ هم بيقولوا قم بانشاء المباني الاساسية لزيادة مؤشر البناء. طيب الفكرة انه انت يعني ما فيكيش توصل مثلا مستوى القيادة. أيوه، الفكرة إنه أنت ما فيكيش توصل مثلا بمستوى القيادة على مستوى 25 ويكون عندك مثلا ثكنة بعدها من المستوى الأول أو المستوى الثاني. يعني لازم تصير ترقي الشغلات التابعة للمدينة تبعك، يعني كلها لازم يكون في بينات نسبة متقاربة. يعني مثلا مركز القيادة من مستوى 20، يعني الثكنات لازم يكون أقل شيء مثلا مستوى 15 أو 16. يعني هيش قاعد بفترض، يعني فعشان هيك راح نرقي بعض الثكنات هسه ونشوف إذا بزيد مثلا مؤشر البناء ولا لا. هسه هون مثلا شو بقول هم؟ 288,000، 1,418,000، يعني فرق تقريبا، او خلاص خلينا نتبع 1,288,000. اذا زادت حاليا 1,288,000 معناته لازم شو؟ لازم ارقي الثكنات الثانيه حتى نقدر نرقي المبنى الاساسي. فاروح ارقي حيره ثكنه مثلا، هاي اي مستوى؟ هاي مثلا صراحه مش مبين علي المستوى اللي هي فيه، بس هاي مثلا مستوى 21 ثكنات حلفاء رقم 3، بس حاطين يعني مش حاطين المستوى. طيب خلينا نرقح، يلا خلينا نرقح مثلا مستوى 19، هاي بتكفي يعني المفروض. اعطيه بناء. طيب كمان اجتني مكافأة. طيب هسه عم نرجع على مبنى القيادة الأساسي، بس خلينا نتأكد. طيب شوف لحد هسه شو صار، زاد مؤشر البناء بيقول لي غير كافي، بس شو صار؟ 1,318,000 و1,418,000، يعني هسه صار الفرق بس 100,000. قبل شوي كان 1,288,000، يعني كان الفرق أكثر من 300,000، عفوا اكثر من 30,000، هسه نقص الفرق بمقدار 30,000. فالمفروض هسه شو نسوي؟ نرقي باقي المباني حتى يصير مؤشر البناء يكفي انه شو؟ انه نرقي المباني الثانيه او نرقي مركز القياده الاساسي. طبعا هسه للاسف يعني معظم الموارد اللي عندي استهلكتها يعني في ترقيه القاعده الاساسيه. هسه ما فينيش ارقي قواعد ثانيه، يعني ما فينيش ارقيها مثلا، يعني بدي اسمنت مثلا، قديش بدي؟ والله بدي كثير اسمنت، بدي بحدود ال 40 اسمنت، وبدي بلوك كمان بدي شيء 25. بس لحظه شوي، هذول اللي بلبكن اكثر شيء النفط يعني والصلب، بس خليني اجمع من هنا. طيب هاي استعمل النفط، هاي الصلب مثلا. طيب استعمل النفط والصلب، خل اروح اسعى الاسمنت. اسعى الاسمنت فيك تهاجم رافن، بس المشكله اذا هاجمت رافن يعني بده ياخذ وقت طويل، واخر شيء بيعطوك انه اسمنت يعني حبه اسمنت او حبتين. فأحسن لك تروح وين؟ على الإنتاج وتعطيه اندفاع. هم بدهم تقريبا 40، يعني ما هي تقريبا، يعني ما هي ساعة، ما هي ساعتين، هاي الساعة، هاي أربع ساعات. قديش ضل؟ ضل 15 دقيقة؟ لا أوكي 15 دقيقة، ضل ساعة وسبع دقايق. هاي هي، هاي زرت بمقدار 20، كمان خليني أسوي 20 ثانية. هون مثلا، هون ما فيش، هون هون مثلا اندفاع، خليني اعطيه نحوش فلوس. هاي في مايز ساعة. طيب بس خليني كمان اخليها تشتغل عشان ما توقف. هاي كمان هيك. طيب هسه المفروض صار معي اسمنت يعني مريح، بس خليني اروح اشوفه. بس يعني المشكلة غلطت، يعني لازم سويت البلوك اول شيء عشان البلوك يكفي. طيب اسمنت صار معي قديش؟ صار معي 79، عفوا صار معي 91 بدون 79، بس مشكلة بدهم بلوك. اروح على انتاج مرة ثانية، بس بعطيه ازالة هون، بعطيه انتاج بلوك عشان اذا اعطيته تسريع مشكلة يستهلك موارد كثيرة، هيك دخل في الحال. هاي مرة ثانية، هاي ثلاث دقايق ماشي، وهاي مرة ثالثة على جنب. هاي اندفاع،
الله يكون شفتوا. طيب خلنا نروح نشوف الناس شيء ثقنة. هسا هاي الثقنة صار فيني أرقيها ومعطيني هو ترقية. في هذا المطار كمان فيني أرقي مستوى 18 المطار العام. هاي الثقنات مستوى 20. هاي الثقنات قديش؟ مستوى 19. هاي مستوى 21. هاي مستوى 19. هاي مستوى 19. هاي الثقنات مستوى 20 بتصير مستوى 11. يعني راح نرتفع البناء ونختار أكبر. فعشان هيك راح أكبس عليها أني هاي. ايوه صراحه انا ما كنتش عارف انه اصلا فيه تشغيل كاميرا هذا، بس يعني جربت كبست عليه بالغلط صار فيه تشغيل كاميرا، بس يعني كاميرا بالضبط اساسا يعني حاس وجهي فايق بالحيط. طيب مش مشكله هسه مش كيف بدك تبعد كثير حتى تبين وجهك، ولازم شو ما عادش تبين عليك اللعبه يعني بصير الميكروفون بعيد عن ثمي. طيب القصد حاليا انه لازم شو تسوي، لازم ترقي الثكنات. يعني انا كان مؤشر البناء عندي قديش مثلا، مؤشر البناء تبع الوحده الاساسيه، كان مؤشر البناء تبع الوحدة الأساسية 1,288,000. هسا إذا بتعطي ترقية مثلا، هسا طبعا كلياتها نقصر عشان استهلكت بعض الموارد شو في بناء الثكنة هذه. هون مثلا بقول لك مؤشر بناء غير كافي صار قديش 1,318,000. هاي هو شو بقول لك إنه مؤشر بناء غير كافي 1,318,000، يعني هسا ناقص مقدار 100,000، والمشكلة إنه قاعد بزيد يعني عند كل وحدة بزيد مقدار 30,000، يعني قصد إنه راح تستهلك موارد كثيرة حتى تزيد يعني حتى توصل على مستوى اللي بدهم إياه، يعني هسا بدها تزيدها إذا زادت 40,000 بظل ناقص كثير، وكمان بدي أحط شو بدي أحط أسمنت كثير وصلب كثير وبدي أحط مصاري كثير يعني حتى شو أرقيها، بس مع ذلك ما فيش غير الخيار هذا إنك تنتقل بالمراحل، فعشان هيك راح أعطيه ترقية. طبعا لازم يكون معي كمان حديد وصلب كمان. طيب معي كل الموارد حاليا اللي بحتاجوها هم او اللي بدهم اياها، فراح اعطي بناء. طيب اعطوني مدفع كمان. طيب خلينا نيجي مره ثانيه بس اورجيك انه يعني مشان نتاكد انه حل مشكله يعني هاي انه البناء غير كافي او مؤشر البناء غير كافي. هون مؤشر البناء قديش صار؟ 1,351,000، يعني ناقصنا حاليا 70,000 حتى شو؟ حتى نوصل نقدر نرقي يعني القاعده الاساسيه. بس مثل ما قلت لكم يعني حاليا يعني القواعد هون او الثكنات هاي كمان بتستهلك موارد كثيره، يعني فانت هسه بدك تحط على الموارد كثيره حتى شو حتى تقدر ترقي اخر شيء المبنى الاساسي، وهيك بتكون اساسا استهلكت كل الموارد اللي معك يعني. طيب بس احسن يمكن المطار فينا رقي، خلينا نشوف قديش ناقصه. طيب ناقصه بس 20 شو 20 بلوكه وصلب، صلب بده شوي بس ما بدوش كثير، فعشان هيك راح اعطيه شو استعمال هاي 25. طيب هاي استعملنا الصلب. طيب البلوك خروح عن الانتاج. اعطيني دفاع. اعطيني دفاع من السدد. طيب هسه المفروض انه شو؟ المفروض انه يكفي اني شو؟ اني ارقي المطار. بعد بدهم قديش؟ بدهم واحدة. مسخرة. خلينا نروح على المونتاج. طلع بدهم واحدة يعني. نستنى دقيقة واحدة. طيب خلينا نرجع هسه. هسه خليني ارقي المطار. طيب بناء. طيب هسه نشوف مؤشر البناء كمان مرة ثانية. هاي الترقية. مؤشر البناء صار 1,365,000، يعني مشكلة انه بس يكون المبنى يعني بمستوى منخفض فالترقية تبعه بتعطيك مكافآت أقل، يعني هسه البناء هذا المطار يعني كان مستوى شيء متدني، عشان هيك أعطاني يمكن 10 أو 15,000، بس هذيك الثكنات كانت مستوى أعلى شوي فأعطتني شيء 30 أو 40,000. القصد إنه بدك تضلك تستهلك كل الموارد يعني حتى تشو حتى تقدر ترقيها. طيب، أنا صراحة كنت بدي أجاوب إنه على هذا السؤال إنه مؤشر البناء غير كافي، شلون بدنا نحل هاي المشكلة؟ بس لحظة خلينا نحصل على هاي الموارد الموجودة عندنا أو هاي المكافآت. طبعا لازم تسوي المهمات اليومية انه بتكسب بعض الجوائز والمكافآت. طيب حاليا المشكلة ما فينيش يعني صراحة نظام اللعب مش راح نلحق يعني انه يعني مش راح نقدر نرقي المستوى او المركز القيادة على المستوى اللي بعده، لانه مثل ما قلنا مؤشر بناء غير كافي وبعد بده وقت طويل. بس هاي خليني اشوف مثلا الانتاج كلياتها نفس الشيء، يعني كلياتها لازم يكون مؤشر البناء تبعك 1,418,560 حتى تقدر ترقي اي مبنى من المباني. طيب خلينا نروح بس على الانتاج، خلينا نعمل انتاج مره ثانيه. هاي صفر 20 20 20. طيب نرجع مره ثانيه.
نشوف فايدة من المدرجة بس قديش بنحصل. شايف هسه عندنا الرق يعني أي مبنى من المباني بدنا نستهلك موارد كثيرة، والمشكلة إنه شو هسه يعني هسه بس ترقي كل المباني، يعني تيجي ترقي المركز الأساسي أو مركز القيادة بكون ما ضلش معك إشي أساسا من الموارد، يعني بدك ترجع تجمع من الصفر. بس هاي مشكلة العاب استراتيجية، يعني بدك ضلك تجمع موارد. طيب هيك بنكون جاوبنا على سؤال إنه شو حل مشكلة، بس خلينا مشان نعرف عنوان الفيديو بس مرة ثانية. هاي الترقية هون مؤشر البناء غير كافي، حل مشكلة مؤشر البناء غير كافي. طيب خلينا نوقف الفيديو هون، إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة. كل متابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.